اللي صنع وادي التمريره اللي اتعملت من ماونت هو اللي مرر وفيرنر اللي انطلق وزياش اللي سجل كره بالكربون بالهدف اللي اتلغى كان في الدقيقه الخامسه بداعي التسلل في الشوط الاول لكن هذه المره فيرنر ظبط وما كانش تسلل وزياش كان في الموعد وسجل هدف التقدم هنا للبلوز لصالح فريق نادي تشيلسي بهدف عن طريق المغربي حكيم زياش. حلوه حلوه الكوره حلو الهدف وادي امامنا تيمو.